ليه فليت من هذا الحكمة؟ أنا بعدني اليوم ما بعرف ليه ما كان في كونترا مثلا، ما كان في أوفر. ما تقلي ما تضيقت شوي يعني. طبيعي أكيد غلطت، هن الوحيدين اللي خلوني أبقى بهذا الحكمة ديك السنة، بس هو ما صار هيك. أنا أستيل بليف لهلأ أنه نحن كنا الفريق الأحسن. علي لازم يشتغل على شوطه، علي كان خايف يفضى ما يشوط، مني حدا كامل أبدا. وأنا هوليك اثنيناتهم قايل لهم ما بعمل شيء قبل ما يكون في حكمة، بدك تعطي كلمة بدك تكوني قدها. ما في علي عم تحكي كلام كتير كبير بلا ما قلك بتزعل يعني.